بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع تاني في سلسلة مؤتمرنا مش هيسيبك، بعنوان القناعة والسلام. في الزمن ده أغلب الناس ما عندهاش قناعة، الغني عاوز أكتر والفقير عاوز أكتر، واللي عنده حاجة عاوز حاجة تاني، والمقارنة تعب الناس جدا، وكلمة الشكر بتقل مع أنها مفروض تزيد. ومن هنا نقول أن السلام طاير من أغلب الناس، بينما الشعار اللي اخترناه للمؤتمر ما سبكش ومش هيسيبك. لو أي حد بص على امبارح عمره اللي قبل كده هيلاقي إيد ربنا، وهيلاقي ستر، وهيلاقي خير، وهيلاقي بركات، وهيلاقي حاجات كتير قوي ما يستاهلهاش. طيب اللي عمل كده يعمل كده تاني، وكما كان هكذا يكون، واللي كان معايا امبارح يبقى معايا النهارده ويبقى معايا بكره لغايه ما امشي. انما الفكر ده بعيد عن ذهننا، لاننا بنجري بسرعه العالم، والعالم بقى يجري بسرعه قوي، وبيجري بسرعه محمومه بدون هدف واضح. فتعالوا نعيش شويه في فكره القناعه والسلام. ابدا من سفر الامثال بحكمتين حلوين قوي. بيقول ايه؟ اكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك. تعبير اكرم الرب، اكرم الرب دي يعني لك المجد والكرامة. طيب بنقول كده في التسبيحة وفي صلوات الأجبية، لكن اكرام ربنا، انت لما يجي لك ضيف بتكرمه، تطلع كل الثلاجة وتبقى عاوزه يعني يأكل كل اللي عندك وتبقى فرحان. الكرم يليق بربنا لأنه كريم جدا، أن احنا نكرمه مما نملك. ومن كل حاجة، من كل باكورات غلتك، من بداية اليوم، باكورة اليوم، باكورة أي نقطة خير في بيتك، كل ده يروح لربنا. فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. يعني لما تبقى كريم مع ربنا زي ما هو كريم معاك، وتبقى سخي جدا وشاكر جدا، تمتلئ خزائنك شبعا. خلي بالكوا الخزائن مش الخزنة اللي في البنك ولا اللي في البيت، الخزائن دي في القلب، في قلب شبعان تحسوه كده دايما راضي، دايما سعيد، كل حاجة حلوة، بصص للدنيا كده نظرة مليانة رجاء ومليانة فرح وحب. واحد تاني في نفس الظروف كل العكننة والغم والهم، ليه الخزائن عند ده مليانة وده خزائنه فاضية؟ ده لأنه ده كريم مع ربنا. وتفيض معاصرك مستارا، مستارا ده من أجود أنواع الخمور ساعتها. في أمثال 15 يقول حكمتين تاني، يقول القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. حكمة جميلة يا ريت نحفظها، القليل مع مخافة الرب. واحد عنده يدوب لقمته وعنده هم وعنده مشاكله، لكن عنده شوية حاجات قليلة كده فرحان بيهم، بيخاف ربنا فيهم. خير من كنز عظيم مع هم، أكلى من البقول، حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. أظنكم كلكم جربتوا الحاجات دي، تحس الناس بتحبك وبتحبهم مش بتفكر بتاكل ايه، ولا قاعد في انهي مكان، ولا الدنيا برد ولا حر، وبتضحك من قلبك، اصل جو من المحبه. اقعد بقى في قصور الاغنياء وخد الاكل اللي ايه يعني متكلف قد كده، والجو مكهرب وملغم، تلاقي نفسك لا عارف تهضم ولا عارف تقعد ولا عارف تتكلم. اكل من البقول حيث تكون المحبه خير من ثور معلوف ومعه بغضه. خضني تعبير اول مره اخد بالي منه في رساله بطرس الثانيه اصحاح 2، هو بيتكلم عن الاشرار والهراطقه. اصحاح ده مميز، بطرس الثانيه 2 بيتكلم عن الهرطقات وعملاء الشيطان اللي بيعلموا الناس كل حاجه غلط. فقال تعبير غريب شويه، قال ايه؟ لهم عيون مملوءه فسقا لا تكف عن الخطيه، خادعون النفوس غير الثابته، لهم قلب متدرب في الطمع. هي دي الحتة اللي عاوز أركز عليها.
طبعا الكلام التاني احنا حاسينه حوالينا، عيون مملوءه فسقا، يعني تحس كل حاجه تنجست في العالم، ولا تكف عن الخطيه، وخادعون النفوس غير الثابته، الناس الطيبه يضحك عليها يتقلب الصح غلط، لهم قلب متدرب في الطمع اولاد اللعنه. يعني ايه قلب متدرب في الطمع؟ ده اللي انا بحسه في الجيل ده، ان القلب اتعود يبقى طمع. عارفين متدرب يعني ايه؟ تريند يعني، يعني متبرمج، واخد كورسات، يعني اتظبط على كده، بقى يصحى وينام على عاوز 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 عاوز، اكتفيش ابدا. طبعا دي من علامات اللعنه، من علامات الخطيه، من علامات الخداع، من علامات هذا الجيل الشرير، قلب متدرب في الطمع. وعلى فكره دي تاكد لنا برامج التربيه وخطورتها، العيال طالعه طمعه من صغرها. ليه؟ البيوت فيها طمع، والكبار بيتكلموا بلغه ان هم لا يستكفي بشيء، ما تسمعش كلمه اشكرك يا رب، تحسش بجو الحمد لله، ده كتير. فتلاقي الطفل من صغره لا يكتفي بشيء، عنده هدايا قد كده وعاوز، ومناقم على حياته ومش عاجبه حاله، قلبه متدرب في الطمع من صغره. يعقوب كان كده، فاكرين يعقوب اخو عيسو؟ يعقوب كان قلبه متدرب في الطمع، سرق البكوريه بطبق عدس، وبعدين لسه عاوز البركه كلها، راح خدع ابوه وكذب على اخوه وعمل شغله صعبه جدا. ايه الطمع ده كله يا يعقوب؟ ده اخوك. طبعا بقى تأدب تمام وتظبط تمام وتربى تمام، والمسيح له المجد بقى، عدله وهو تجاوب وتاب، ولقيناه بعد كده الدنيا رخيصه في نظر. اذا برامج التربيه الحديثه للاسف، ما يحدث في التلفزيون والميديا بيزق على الشراهه والطمع. كمان الميديا عموما، الجيمز اللي بيلعبوها العيال تحسوا ان فيها ناحيه طمع. ساعات في جيمز للاطفال تطلع لك ارقام بالفلوس، العيل 7-8 سنين يفرق معاه يطلع له رقم مليون جنيه ولا مليون دولار، هو كلام في الوهم يعني. بس هو بيعمل ايه؟ بيبرمجه على الطمع، عشان بكره لما يكبر بعدها ب30 سنه يبقى هو عايش عشان الحاجات دي بس. الشيطان بيسيطر على الناس بالقلب المتدرب في الطمع. كمان لغه الناس بقت، اللغه نفسها تحس ان الناس كلها بتتكلم في الارخص والاحسن والاغنى والاكثر لقب، كلمه افضل تفضيل لو انتم فاكرين العربي بتاع زمان. طب ليه الحكايه مش حلوه بذاتها؟ لا، لازم احلى، لازم تحط افضل. طب ما هي حلوه خلاص، ايه الداعي ان انا اقول احلى ولا مش احلى؟ هي حلوه وخلاص. لا، مفيش حلوه وخلاص، مفيش اللقمه دي حلوه، في احلى. طب ليه احلى؟ طيب ما احنا عايشين كويسين. فالدماغ كلها اتلخبطت، وبقى لما تبصوا لكل حاجه تلاقوها ملخبطه. لدرجه مره شاب خطب بنت كويسه قوي من بنات الكنيسه، وبعدين جاي يقول كلام يغيظ جدا، ما انا يمكن الاقي واحده احلى. هو هي بدله، حاجه غريبه جدا، طريقه تفكير غريبه. هي مضايقاك في حاجه؟ لا. البنت كويسه؟ كويسه. بنت ربنا؟ بنت ربنا. ايه تاني؟ عاوز ايه تاني؟ وانت شايف نفسك يعني حاجه قوي؟ قلبه متدرب في الطمع، ملهاش تفسير كده. لو لقيت فيها عيب وانت مش عارف تتفاهم، ناخد وندي، لكن ما فيش عيب، لكن يمكن في احلى. لا، دي دماغ بقى ملخبطه خالص، وده الجيل كله ماشي في الاتجاه ده، ربنا يحمينا. اشكال الطمع كتير، انا ببتدي بالطمع عشان اختم بالقناعه، لان اللي مضيع سلام ناس كتيره قوي، اللي مضيع احساسهم ان ربنا مش سايبهم ومعاهم ومغطي احتياجاتهم وما مدوش ايديهم وما احتاجوش، ده وعد ربنا العصافير بتاكل، فالبشر لازم ياكلوا، ومع كده الطمع هو اساس العالم دلوقتي. هرجع لبطرس الثانيه 2 يقول فيها: هؤلاء هم ابار بلا ماء يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام الى الابد، اذ ينطقون بعظائم البطل او الباطل، يخدعون بشهوات الجسد في الدعاره، من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال، واعدين اياهم بالحريه
وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن من غلب منه أحد هو له مستعبد أيضا. حكمة جميلة قوي. لما يكون واحد مغلوب من حب الفلوس هو بقى عبد خلاص، وبقى يعني عبد ذليل كمان، ومتبرمج برمجة غلط خالص، ومش طايل طعم الفرح والسلام والحرية ولا أي حاجة حلوة. فأول شكل متوقعش الطمع في المكسب المادي، الناس طمع. تلاقي واحد عاوز فلوس، طب حبيبي انت مش عندك فلوس تانية؟ اه عندي بس ناخد تاني. طب انت ما ركزتش في حياة ربنا، في شغلك الروحي. طب انت نسيت حتى اذا يكون لنا الكفاف كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح، مش في عمل الفلوس. نجيب فلوس، اهم حاجة نجيب فلوس. في طمع في المقتنيات، في واحد عاوز يجيب عربيات وعاوز يشتري انتيكات، واحدة عاوزة تجيب ذهب كتير، واحدة عاوزة تجيب المازات، عاوزة تجيب مش عارف هدوم شكلها ايه. طب ما انت عندك، ليه لازم اكتر واكتر واكتر؟ طب ما ده طمع، ده مرض، وده لا يمكن يجي معاه سلام، ده ضد السلام تماما. وهذا الطمع سمى الكتاب عبادة اوثان. احنا بنعبد الاوثان من غير ما نحس، بنعبد الارقام وبنعبد المقتنيات. الطمع في الأكل، الشراهة، في ناس بتاكل أكتر كتير من احتياجاتها. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ما خلاص إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي. لكن في طمع حتى في الأكل، لدرجة في أمثال 23 يقول إيه؟ ضع سكينا لحنجرتك. نفسي حد يرسم لنا المنظر ده، تخيل واحد حاطط سكينة هنا إن كنت شارها. شوفوا المنظر، يعني حط حاجة كده عشان اللقمة ما تنزلش. ليه الشراهة دي؟ ما انت كلت خلاص. لا تشتهي أطايبه الغنية، لأنها خبز أكاذيب، لا تتعب لكي تصير غنيا. احفظوا الآية دي من فضلكم، لا تتعب لكي تصير غنيا. اتعب عشان تدخل السماء، اتعب عشان تكسب الناس، اتعب عشان تبقى غني في العمل الصالح، تتعب عشان تعمل فلوس. ايه الخيبة دي؟ ايه قيمتها يعني؟ ما انت هتمشي وتسيبها. لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. يعني ايه؟ بلاش الذكاء دي، يعني دي فطنة غاشة، دي حكمة غبية، لانه ده الغني الغبي اللي اتكلم عنه رب المجد. الطمع في الكرامة، ده نوع تاني من الطمع. في واحد مش الفلوس اللي واكل عقله، بس عاوز كرامة وعاوزها تزيد تزيد تزيد، لدرجة انه ايه؟ شايف نفسه ربنا في الاخر. الطماع، هقول كلمة ما تزعلوش، نشكي بيها نفسنا كلنا، شحات الان. يعني يا ريته شحات، بس شحات تعيس. الطماع كده، وهنا الطماع ده ممكن يبقى غني جدا وممكن يبقى غلبان فقير يعني، لكن طالما جواه روح طمع متدرب في الطمع، ده ما عندوش سلام، ده قلقان وعايش شحات، لأنه عايش دايما ناقص. وانتوا عارفين ان في ناس طيبين فقراء، لكن مش ناقصين، كاملين، شكروا ربنا صبح وليل وراضين جدا بعيشتهم، وهم دول اللي عندهم السلام. يقول أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، ما لسه الأمثال بيقول لك من لا تتعب لكي تصير غنيا، اللي عايش عاوز يبقى غني، يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصلا لكل الشرور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يبقى فكرة دايما عايز، راقبوا نفسكم، لأن كلنا ساعات يبقى جوانا هذه الرغبة اللي ملاش معنى. عاوز ليه؟ ما انت عندك. عاوز شغل اكتر، ما انت عندك شغل. عاوز كرامة اكتر، ما انت عندك كرامة. عاوز الدولاب مليان، ومليان ولا لازم تزنق؟ اسأل نفسك انت عاوز ايه. هتلاقي نفسك الحقيقة مش مفروض تقول انا عاوز حاجة، لان عندك كتير قوي. اذكر مرة زمان لما ابتدينا خدمة الانبا ابرام، ودخلت بيت في اقاصي الصعيد، وكان بيت يعني ما يبقاش كلمة بيت مناسبة لي، من كتر ما هو عشة كده يعني ملهاش شكل. يا ستي
نجيب لك ايه؟ عندي كل حاجة. بص حوالينا مفيش ولا حاجة، لا سرير ولا دولاب ولا تلاجة ولا اي حاجة. طب بس قولي نجيب لك ايه؟ عندي كل حاجة، ما تتعبوش يا ولادي. انا صلولي يا ستي نجيب لك حاجة. قالت انا ربنا مكفيني. والواحد عمال يسمعها ويتعجب. طبعا دي في السماء بقى سمعناها وهي بتصلي، تحسوا بقى ان احنا رجعنا للقرن الاول والتاني والرابع لانه ايه العظم، هي دي اللي المسيح عاوزنا نعيش زيهم. فهنا حكايه دايما عاوز، دي هي اللي مخلياني ما عنديش سلام. بينما لو بصيت بعقل كده انا عندي اكتر كتير قوي من اللي كنت احتاجه واتمناه واترجاه وافكر فيه. الطماع شحات قلقان، قول على نفسك كده انا بقيت زي الشحات القلقان لاني دايما مادد ايدي عاوز ومش راضي عن حالي وقلقان. تلاقوا فكر هذا الطماع ومشاعره محبوسة فيما يشتهي، يعني مسيطر عليه حاجة معينة فبقى مدمن عاوز حاجة معينة وشراها بقى، طمع في الحاجة دي. كل مشاعره وأفكاره ماشية في الاتجاه ده. ياما بيوت خربت بسبب الطمع والشراهة والكبرياء والكرامة، كل ده غباء. كمان الشحات القلقان ده بيخسر نفسه ويخسر اللي حواليه، ما عندوش أدنى نوع من السلام لغاية فجأة ما يلاقي العمر خلص. الله، طب أنا ما عملتش اللي أنا كنت عاوز أعمله. هو أنت الحقيقة كل اللي كنت عاوزه خدته من بدري قوي، بس أنت عايش في قصة وهمية من بدري. وما يبقالوش سلام مع حد لو بيفقد الناس واحد ورا التاني ورا التالت كده. وطبعا فقد ربنا وفقد نفسه وخسر كل حاجة. يقول عنه سفر الأمثال: المولع بالكسب يكدر بيته. الآيات دي صدقوني واحد محتاج يحفظها عشان يخاف منها. المولع بالكسب، الولع اللي هو شدة الرغبة أو الشهوة، المولع بالكسب يكدر بيته، والكاره الهدايا يعيش. اللي يقدر يقول عندي شكرين مش محتاج، ده اللي بيعيش لأنه إيه؟ معك لا أريد شيئا في الأرض. طيب السؤال، هو احنا طمعين ولا انا عمال اوجع قلبكم؟ خلاص كلنا فينا طمع، كلنا. يا ريته طمع روحي، يا ريته طمع في العمل الصالح، يا ريته طمع في كسب النفوس. لا كلنا فينا طمع، لان في رغبات لسه بتشدنا للدنيا دي، شهوه العين، شهوه الجسد، تعظم المعيشه. اسال نفسك عشان تعرف مستوى الطمع في قلبك، انت عاوز ايه؟ نفسك في ايه؟ وخليك صريح مع نفسك، هتلاقي إجابات كتيرة. هل جاء في بالك في الإجابات نفسي أصلي أحسن بس؟ يا ريت. نفسي أسيب كل حاجة وأقعد مع ربنا ومن قلبك؟ يا ريت. نفسي أخدم الغلابة وأخد بركتهم؟ يا ريت. نفسي كل الناس تعرف ربنا؟ حلو قوي. ولا نفسك الناس تشاور عليك؟ ولا نفسك يبقى عندك عربية أحلى؟ ولا نفسك تعمل إنجازات أكتر؟ ما هو ده طمع برضو. سؤال تاني ساعدك تعرف مستوى الطمع: تحب تاخد ولا تدي؟ اللي بيعرف يعمل كده ده أكتر واحد سعيد، اللي بيعمل كده ده أكتر واحد تعيس. أنت بيستهويك إيه؟ إحنا عندنا قواعد كتابية واضحة وحفظنها: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، بينما العالم كله بيكلم في الأخذ. طب أنت بتحب إيه أكتر؟ في اللحظة اللي بتدي فيها أي حاجة غالية عليك تبقى مبسوط، ولا لما تاخد حاجة وطبعا ما بتستكفاش؟ كمان سؤال كمان: بتحسب الخسائر والمكاسب إزاي؟ بتحسبها إزاي؟ لو سألت نفسك في المكاسب والخسائر هتعرف مستوى الطمع على طول. شوفوا بولس يقول: ما كان لي ربحا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. هو ده اللي طلع واعي وحكيم، وبقى مكسبه في السماء ضخم جدا. نرجع لحكاية ما كان لي ربحا دي، نقراها في فيليب 3. وكان مسجون، شوفوا الراجل ده كان غني وكان مشهور، كانت عيلته كبيرة، وكان تلميذ عمالائيل، وكان ذكي جدا، فكل الإنجازات الأرضية كانت مفروشة قدامه.
دلوقتي هو بيكلم من سجن وعليه أحكام ومطلوب للإعدام وعمالين يشوهوا في صورته وبيقولوا عليه كلام إنه صاحب الفتن والبدع وعدو موسى كل اللي خبطه في وشه. يقول أنا من جهة الغيرة اضطهدت الكنيسة، يعني لو هم فاكرني ماليش في الناموس ده أنا بسبب ناموس موسى كنت مضطهد الكنيسة. من جهة البر الذي في الناموس كنت بلا لوم، ما كان لي ربحا قد حسبت من أجل المسيح خسارة، بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربنا. يعني اللي أنت فيه جوه السجن يا بولس خسارة ولا مكسب؟ مكسب. ليه؟ فضل معرفة المسيح. أنا قاعد هنا في السجن ووريش غير أتعرف على المسيح، أحكي معاه وأقرب منه، الخدمة كانت شغلاني. ده سجن وده سجن روماني بشع. أنا دلوقتي رابح 100%، فأجمل لحظات حياتي ما كان لي ربحا خسارة، أما الخسارة في نظركم دي الربح، من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية كي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. أعرف واحد يعني اتمنع عن الخدمة فترة طويلة، وأنا كنت حاسس أنه ده وجع قلب لأنه خادم حلو قوي. عدت معاه قال لي أنا فرحان جدا. ما فهمتش فرحان بإيه؟ قال لي أنا بقالي سنين عاوز أقعد مع ربنا وأقرب منه ومش مركز، والخدمة واكلاني واخداني من ربنا. اللي حصل ده أنا كنت محتاجه، ما كنتش هعرف أخد القرار لوحدي، وريش غير الإنجيل والأجبية والإبصالمودية والقداسات وعايش في هنا اللي كنت بحلم بيه وأنا صغير خالص، رجع لي دلوقتي على كبر. فبقيت سعيد جدا. بولس كان كده، وهو يعني إيه نقول شعلة خدمة. لكن لما دخل السجن أنا علي ربنا، وريش حاجة، أصحى وأنام مع ربنا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. هل ممكن الواحد يوصل أنه يحسب أن الكرامة خسارة، أن مجد الناس ده خسارة، أن الراحة دي خسارة، أنه الفلوس دي خسارة وقع عليه بخسارة، أن لغة الدنيا دي كلها مخسرة معاه عشان بتحرمه بدرجة من القرب من ربنا؟ نوصل بقى للقناعة. موضوعنا قناعة عكس ده كله بقى. واحد فرحان جدا باللي عنده، شاكر طول الوقت، شايف الدنيا بنضارة جميلة جدا، انه ربنا مديني بزيادة قوي، ما عندوش مشكلة مع اي حد، ما عندوش مشكلة مع اي حاجة تروح منه. ده بقى اللي عايش صح، ده اللي يعرف يقول ما بيسيبنيش ابدا، معايا على طول. يقول في تيموثاوس الأولى 6 قبل ما يحكي لنا عن الأغنياء ومشاكلهم، قال منازعات أناس فاسدي الذهن وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة. في ناس واخد الخدمة والتقوى والتدين خناق وتجارة ومشكلة وتحديات وسبق زي بتاع البزنس بر. تجنب مثل هؤلاء، أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. قناعة دخلتها. اللي شايف انه عنده كتير وفرحان بربنا القنوع ده، ده اشطر تاجر عند ربنا، ده اللي عمل رصيد كبير قوي في السماء. لاننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء. الفلسفة البسيطة دي ازاي بتغيب عننا؟ حد فينا دخل الدنيا كان معاه حاجة؟ حد فينا سايب الدنيا معاه حاجة؟ واضحة جدا. ومع كده بنتخانق على الدنيا طول الوقت. إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. نقول بقى شوية مبادئ عاوزين نشتغل عليها كلنا، لأن دي مناسبة جدا لأيام الصيام، عشان ننمو في فضيلة القناعة اللي تخلي قلبنا كله سلام طول الوقت. أول مبدأ اسمه مبدأ الاكتفاء، لأنه الكفاية أو الاكتفاء ده مبدأ يتعيش به يتعيش بعكسه. عكسه عدم الاكتفاء، عاوز اللي هو الطمع. مبدأ الاكتفاء معناه أنا مكتفي ببيتي،
مكتفي بأسرتي، مكتفي باللي في إيدي بشغلي، عمري ما بص لحاجة غيري، مكتفي بخدمتي. أنا شايف اللي أنا فيه ده أحلى من أي حاجة في الدنيا. اللي عنده هذا الاكتفاء هو ده اللي هيعيش صح. هل يتعارض الاكتفاء مع الطموح؟ لا خالص، بس هيبقى طموح مقدس يتعارض تماما مع الطمع. لكن الطموح الإنساني أغلبه بيطلع طمع، خلي بالكم. في واحد يقول لك أنا بس إيه، وربنا ما يكرهش إن أنا إيه أجيب فلوس أكتر. مين قال لك؟ لا، ربنا طبعا زعلان لأنك أنت الحتة دي خدتك منه، خدتك من السماء، ده هو دفع ثمنك من دمه. فلوس إيه اللي بتجري وراها زيادة؟ لا، ده مش طموح حبيبي، ده اسمه طمع. واجه نفسك بالذات لما تقراها من عدم السلام. طالما هناك عدم سلام إذن هناك طمع. ينفع ناخد المبدأ ده؟ طالما ما جواكش سلام يبقى جواك طمع، أيا كان نوعه، مش لازم فلوس. الطموح الروحي بقى، يلا ده جميل، ده يجيب سلام. واحد عنده طموح يذاكر الإنجيل، يحفظه حفظ، يأكله أكل، يبقى أختك. واحد عنده طموح ياخد خلوات أكتر، واحد عنده طموح يتعب في الخدمة أكتر، يتعب أكتر. كل دي طموحات مقدسة تزود السلام. يبقى أول مبدأ مبدأ الاكتفاء. تاني مبدأ نشتغل عليه هو مبدأ الشكر المستمر. كلنا بنقول صلاة الشكر وكلنا تطلع مننا كلمة الحمد لله. لا، مش كفاية خالص. بما أننا بنحارب جو من الطمع، لا، ده احنا عاوزين نركز أن احنا نشكر لغاية ما قلبنا ده يشكر وعقلنا يشكر وتبقى ايه لسان حالنا طول الوقت شكر. اولا نشكر على العطايا الروحية، بننسى نشكر على وقفة الصلاة، بننسى نشكر على فتح الكنيسة، بننسى نشكر على الانجيل اللي بنعرف نقراه، بننسى نشكر على مؤتمر ربنا سامح لنا بيه، بننسى نشكر على فرصة خدمة، بننسى نشكر على اللي حوالينا بيعرفوا ربنا ويخافوا ربنا، بننسى نشكر على نعمة التناول. كل ده ساعات ما بيجيش في صلواتنا، لا ده احنا مقصرين جدا. تصور واحد جايب لك هدية غالية جدا وانت ما قلتلوش حتى متشكرين، دي غالية جدا، ده هي اسمها إفخارستية عشان نقضي العمر كله شكر. وتلاقي الناس مش بتشكر. كمان تشكر على اللي حواليك. يعني ازاي واحد يبقى شايف كل الناس اللي حواليه متعبين ومش شايف ان دول هدايا من ربنا؟ لازم يمشوا عشان تكتشف انك كانوا حلوين. طب ما تشكر عليهم، ليه باصص بس ان هم متعبين ومش مفيدين؟ ومنهم ناس بيحبوك بجد. الشكر على الناس، لما يقول قديس بولس أشكر الله من جهتكم، يعني كل ما يجي في باله حد يشكر عليه. تدريب جميل انك تكتفي بالناس اللي حواليك وتبقى فرحان بيهم، دايما سعيد بالناس اللي حواليك. الشكر على الأمور المادية، الصحة والأكلة والرجلين اللي بتمشي والمشوار اللي يتعدى. الشكر على النجاحات عموما، مش في توفيق في حاجات كتيرة ولا عشان في مشكلة ننسى كل الإنجازات والنجاحات؟ طب انت بتصلي في الضيقة قد ما بتصلي في الشكر؟ طب ما هي كانت ضيقة وتحولت إلى بركة، ما خدتش حقها من الشكر ليه؟ ده احنا لو شكرنا هتلاقوا الضيقات كلها دخلت تحت الشكر واتبلعت من الشكر. القديسين الكبار لما يلاقوا مشكلة يشكروا زيادة لأنه عارفينها هتقلب خير على طول. يبقى مبدأ الشكر ده يبقى مبدأ موقف من الحياة، تبقى دائم الشكر. ماذا أرد للرب عن كل إحساناته؟ طول الوقت عاوز تشكر. يبقى مبدأ الاكتفاء مبدأ الشكر. المبدأ الثالث مبدأ العطاء بسخاء. كل ده مترتب على بعضه. اللي عنده كفاية بيقول أشكرك، واللي عنده كفاية وبيقول أشكرك سهل جدا يوزع. كل ده يجيب سلام، كل ده يخليك عايش أنه ربنا شايلك، لا سابك ولا هيسيبك. قادر أن يزيدكم كل نعمة، وعد حلو، ربنا قادر يزود عليك أكتر وأكتر وأكتر. يزيدكم كل نعمة كي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين
في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. يبقى هنا مبدأ العطاء، تزداد في العمل الصالح، يعني عمال تفكر تعمل ايه تاني لربنا ولولاد ربنا، تفرح ربنا اكتر ازاي، مش تفرح نفسك، تفرح ربنا نفسه ازاي. خلاص ما انت عندك كل حاجة، فاللي عنده الكفاية وعنده الشكر ما بيبقاش في حاجة شغلة في دماغه غير ايه، ادي مين ايه بس، ده اللي شغله طول الوقت. عندي كل حاجة، اشكرك يا رب على كل حاجة، فاضل ايه، نعمل ايه مع مين بقى، نوزع لمين. اوصي الاغنياء، تيموثاوس الاولى 6 بتاعت ده اكتر اصحاح في العهد الجديد عن الطمع والقناعة. اوصي الاغنياء في الظهر الحاضر الا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وان يصنعوا صلاحا وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحه، وان يكونوا اسخياء في العطاء، اسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع. ده مبدا، مبدا انك تدي بسخاء. طب ربنا يسوع له المجد في رحله تجسده على الارض كان سخي جدا، مع انه كان فقير جدا، يوم الخمس خبزات فاض عن المجتمعين 12 اف، يعني الناس كلت وشبعت وفاض عنها، مش لاقيه حته في بطنها تاكل تاني، وبالالاف. ليه؟ هو سخي، ربنا كريم بطبيعته. طب ما خلاص، بدل عندنا اكتفاء وشكر يبقى كرمة مدخرين لانفسهم اساسا حسنا للمستقبل، هو ده اللي بيحوش بقى للسماء كي يمسكوا بالحياة الأبدية. كلكم حافظين من يزرع بالشح بالشح يحصد، اللي بيقطر، اللي بيطلع الكلمة بالعافية، يطلع التشجيع بالعافية، يطلع القرش بالعافية، بيطلع الحب بالعافية، هيجي لك بالقطارة. حكمت على نفسك. من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، كل اللي يفك إيده كده فرق أعطى المساكين بره يدوم إلى الأبد، كل واحد كما ينوي بقلبه. شوف قلبك فيه إيه، قلبك فيه كفاية وفي شكر، هتلاقي طبيعي في سخاء وكرم، ليس عن حزن أو اضطرار، مش لأنك يعني بتقطع في جلدك، لا ده أنت مبسوط لأن المعطي المسرور يحب الله. أحبائي، في طريق للسلام سهل من 3 كلمات: الاكتفاء، الشكر، العطاء. دول طريق لاقتناء السلام. تقضي يومك عندك إحساس الكفاية والقناعة والرضا، وبالتالي طول الوقت أشكرك يا رب، أشكرك. تالت حاجة طلعة تلقائي برضو، كل ما تقابل شخص عاوز تديله كل حاجة، عاوز تشجعه بكل التشجيعات، بتغرقه زي ما ربنا مغرقك. اللي مقضي أيامه كده هو ده اللي يعرف يقول من قلبه ما سابنيش ومش هيسيبني، ويبقى مقضيها في منتهى السلام. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى